صغيره معوده اغسل وجهي بالمي والصابون، ومرات بس بالمي لو ما كان لي خلق. ولهيك بلشت استعمل كلين اند كلير، غسول يومي مقشر بدل الصابون العادي، وعلى طول لاحظت بشرة أصفى وأنعم من أول يوم. هلا استعماله سهل كتير، أكيد أول شغلة لازم تغسلي وجهك، وأنا هلا قايمة أغسل. وهلا بعد ما غسلتي وجهك عصري شوي على إيدك مثل هيك، وبعدين فركي وجهك على مهلك، بس انتبهي ما تقربي على عيونك. بعدين بس تشوفي الرغوة عم تطلع، يعني عم تستعمليه بشكل صحيح. وهلا بس تخلصي بس بقي تقومي وتغسلي وجهك، وانا هلا قربي. وبعد ما تغسلي نشفي وجهك منيح وخلصتي. الحلو فيه انه فيك تستعمليه بشكل يومي مثل ما بتغسلي وجهك كل يوم.